هو سؤال، عايز تتعرف عليها ولا لا؟ انت هتعمل ايه؟ مالكش دعوة هعمل ايه، انت ليك دعوة بحاجة واحدة بس، انك هتسمع الكلام اللي هقولك عليه وهتعمل بالظبط اللي هقولهولك ومن غير ما تحط تاتش من عندك. تمام؟ تمام، يعني هو ده الموضوع ببساطة وأنا حبيت أجيب نفسي طبعا أحكي لك كل حاجة وأوضح لك الموضوع. يعني لا أنا مش بضحك عشان مستغربة كلامك، أنا بس مستغربة التوقيت جدا. أصل أنا كمان كنت بفكر في حاجة زي كده. طب دي علامة يعني. خلاص إذا كان كده يعني وحابب نتكلم أكتر في الموضوع، شوف يعني نتقابل هنا ممكن بعد مواعيد العيادة. لا، مش حاسس هنا مكان حلو. يعني أنت دكتورة كبيرة وليكي اسمك وسمعتك والعين هنا علينا تبقى جامدة أوي، وأنا برضو ليا اسمي في شغل يعني، ف مش حاسس هنا مكان مناسب. طب يعني أنت شايف نتقابل فين؟ المسج جاي، المسج اللوكيشن. ايوه والله اللوكيشن اهو اهو، اللوكيشن ده اللوكيشن.